around your seat here, please. Thank you for all of you attending this very nice and informative International Medical Emergencies Conference, and we'd like to see you in the coming conferences. حقيقي ما اعرف من فين ابدا ولا ابدا كيف. شكرا للاورجنايزنج كوميتي اني اعطوني الفرصه اني انا اقول كلمه الختام. لو بدي ارحب فيكم كل واحد على حده وانادي كل واحد باسمه، بس ولله الحمد جيت هنا ما في صف اول الحضور، كلكم الاول في الترحيب. مؤتمر الامرجنسي، مؤتمر الطوارئ، كان حلم فراس الدكتور حسن الراشدي مدير طوارئ مستشفى الملك فهد والدكتور هاني عقاد نائب رئيس الطوارئ. ما تكون رجل إذا ما سعيت تحقيق حلمك. الفرق بين تكون أو لا تكون، كان لازم يسعى تحقيق الحلم. دكتور مصطفى عميش انتسب لمنشأة أخرى غير مستشفى الملك فهد، ولكن ولله الحمد انتسابه الحقيقي كان لفكرة وروح ومبدأ طب الطوارئ. كان هو رجل وراء تحقيق الحلم، ولله الحمد كان المشارك الأول الدكتور حسن والدكتور هاني بتحقيق الحلم. إن شاء الله ما أطول عليكم، بس اسمحوا لي أقول يعني أنا حضرت حقيقة عشان أحضر المشاركة بس معاهم، لكن بعد ما وصلت حسيت إني ما أقدر أسيبهم، وكنت أخشى إن هذا ينتهي أو أسيب المدينة. روح إيجابية غير عادية، حماس يشيل المكان أضواء لا ظل لها، شباب إحنا بغد أجمل والقادم الجميل أكيد معاكم، يميزكم جميعكم انتمائكم للطوارئ وحبكم لهم وليس المنشأة اللي أنتم منها. كان حظي رائع إني أجتمع بالأخوة المتحدثين كل يوم، لقيت الحماس والأمل الوصول الأفضل. قلت لبعضكم لكل زمان دولة الرجال، وأقول إن الزمان ده زمن رجال الطوارئ. المؤتمر كان أكثر من جميل، أكثر من إيجابي، أكبر من توقعاتي وتوقعات الآخرين. فكرة العجوز اللي أعطى أولاده خدمة رماح وكان أحاول يكسروها، تابع رماح المجتمع للتكسر. روح الفريق ما تحتاج للسلاح، روح الفريق تحتاج للتجانس واتفاق مع بعض. ودائما طبق التوارث في بينهم روح تجانس وروح الفريق الواحد. شكرا للمتحدثين خارج المملكه وداخل المملكه، شكرا لرجال الطوارئ الشباب الجديد ما شاء الله مليانين حماس. شكرا لكم لاثراء برنامج الجديد في العرض والفكر والاسلوب، شكرا للنجاح اللي كان يميز حضوركم. ما انسى الدكتور فؤاد البردي رئيس الجمعيه المنظمه للمؤتمر، حقيقي كان تنظيم رائع، ضيافه جميله، ترحيب يليق بابناء الانصار. لو سمحت المجال ما حمنع نفسي من الاسترسال، بس حقيقي لأول مرة على قد ما حضرت مؤتمرات كثير هنا في جدة وخارج جدة، أول مرة أشوف القاعة مليانة إلى الآن. شكرا لكل الحضور من باراميديكس، من نيرسز، من طالبات طب، من أطباء، شكرا لكل اللي جاء وشكرا اللي قاعد آخر لحظة. يكفيني ختاما ويكفيني بدءا أن أكون معكم، أنتظر لهذا النجاح أن يتكرر. مبروك لنا جميعا نجاح النية الصادقة. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهل له، اللهم صل على محمد كما أنت أهل. السلام عليكم. Thank you دكتور إيمان. I'm not going to translate for دكتور إيمان. It's very difficult to translate what she said because it came from her heart. So I don't have the same heart. I will not say thank you for the speaker first because I think everybody say thank you to you. I will start first with the people behind the scene. I will say thank you to Amel, thank you to Umar, thank you to Hani, thank you to Ali, who are the people behind the scene. Actually, they are the people who makes this happen. Then I will say thank you to all the people who came from Ministry of Health to sponsor our meeting today, and despite their busy schedules. And I will say thank you to my mentors and my professors, Dr. Christy Kane,
and Dr. Carl Scott and Dr. Koichi Tanigawa. He's not here anymore, he left. But I think I'll send him a thanks by email. And I have to say thank you for my friends and my colleagues in emergency medicine in Saudi Arabia who said yes when I said, can you come to Jeddah and do the conference? They are from Riyadh, but we have to say that we have a lot of emergency physicians who are certified in Jeddah. And they will be here when we have the conference in Adelaide. The other thing is, I just have some news for you that we will most likely, hopefully, we'll do the same conference in another region, maybe in May. So we will have the information soon from our website. The other thing is the audience. It is unbelievable to have full room today at the end of the conference. I would like to thank you again. And it was an honor to have you in our meeting. Thank you. Thank you, Mustafa. We would like to invite the speakers for a group photo for the success of this conference. Yeah. This is the wish of the audience to have a group photo with the speakers. Can you please gather here? The runner of the conference. You can have two, three lines. Please, anyone who wish from the audience, you can join.